مرحبا، اليوم رح نسوي تخطيط شهر نوفمبر. ثيم هذا الشهر اخترته من تعليقاتكم في الشهر الماضي. لما سألتكم عن أي ثيم بتحبوا أعمل لشهر أكتوبر، كتير منكم طلب أني أعمل ثيم القهوة. بهذاك الوقت ما كنت حاسة أنه ثيم القهوة كتير مناسب لشهر 10، لأنه الشتاء ما كان مبلش، فحبيت أني أأجله لشهر نوفمبر عشان يكون الجو أبرد ويكون مناسب أكتر للأجواء. ويمكن ما بتعرفوا، بس كنت عاملة ثيم للقهوة من قبل بسنة 2019، فهاي السنة عشان أغير حبيت أني أدمج معه فكرة تانية، وهي المخبوزات. ألوان القهوة والمخبوزات قريبة كتير على بعض، وكمان بتعطي شعور بالدفء وبتحسسني أنه الجو شتاء. مثل ما شايفين في البداية، رسمت شخصية القناة هامستا وعملتها لابسة ملابس النادلة وماسكة صينية عليها خبز. الألوان اللي راح أستعملها لهذا الشهر هي درجات البني والبيج. هاي الرسمة كانت شوي معقدة، فهلأ راح نكمل الصفحة برسمات بسيطة. في أشكال كتير مختلفة للقهوة وللمخبوزات، وهذا الإشي أعطاني حرية أكتر بالثيم. أحد أشكال المخبوزات اللي عملتها هو هذا الشكل، وغالباً بشوفهم بحطوا فيه بوزة. كمان القهوة عملتها بعدة أشكال، منها جوا الأكواب الديسبوزابل، ومنها في مقات أو كاسات عادية. وبعد هيك بلش التلوين، واللونين اللي اخترتهم لهاي الصفحة هما كمان درجتين من البني، واحدة فاتحة وواحدة غامقة. هذا الشهر حبيت اني اقلد ستايل الخط اللي بيستعملوه بالكافيهات وفي المنيو تاعت المطاعم. الخطوط اللي بيستعملوها غالبا في المطاعم او في الكافيهات بتكون هيك فانكي، وبتكون مرتبة ضمن اشكال هندسية، في منها بتكون كبيرة في منها صغيرة، وما بتكون ماشي على قواعد معينة، يعني بتحسوها شوي معجوقة بس بنفس الوقت مرتبة. فحبيت اعمل اشي زي هيك على هذا الشهر. مثل ما شايفين عم بكتب كلمة نوفمبر، وراح تلاحظوا اني كتبتها غلط، فكان قدامي خيارين، اما اني اعيدها من اول وجديد واما اني اكمل وعادي، وقررت اني اكمل لانه الموضوع مش كتير خطير. راح تلاحظوا بكلمة نوفمبر اني كتبت حرف الان بحجم كبير، بعدين صغرت الحروف بحرف الفي والام، بعدين رجعت كبرتهم بحرف الار. كتير حبيت شكل الخط لهذا الشهر. هو أصعب شوي بالكتابة، بس تخيلوا حالكم عم ترسموا الحروف رسم مش عم تكتبوهم. على الشمال راح تكون الرزنامة الشهرية، وعملت هامش فوق الرزنامة راح أكتب فيه كلمة الشهر، وبعدين كتبت الأيام والتواريخ. في فراغ صغير تحت الرزنامة، وحبيت أعمل فكرة اللي هي اللوح الصغير اللي بيحطوه على باب الكافيه أو المطعم، وبكتبوا عليه شو عندهم أوفرز أو عروض. رسمت لوح وعملت اللودنان صغيرة زي الهامستر، وقررت أكتب عليه اقتباس بيحكي Bake it till you make it. هذا الواشيتيب من الأشياء اللي ألهمتني أعمل هذا الثيم بالأساس، جبته من ستيشنري بال ورح أستعمل منه قطعة هون. رح أترك لكم الرابط إله وأسماء كل الأدوات في صندوق الوصف. الصفحة اللي بعديها كمان حبيت تصميمها يكون مثل المنيو، ففي العنوان كتبت المنيو، وتحت رسمت منيو للقهوة ومنيو على شكل كرواسون. أما بالنسبة للهابتس، فهذا الشهر عندي هابت واحدة اللي هي إني أعمل ورك أوت أو إني ألعب رياضة. بالنسبة للصناديق اللي عملتهم، واحد منهم رح يكون للجولز أو للأهداف، والتاني رح يكون لفيديوهات اليوتيوب. فوق كوب القهوة رح أعمل اقتباس صغير بحكي But first coffee، ومش عارفة ليش بس حاسة إني كاتبة كوفي غلط هون. هذا الطابع جبته من ستيشنري بال، حابة استعمله على الكوب.
لونته باللون البني الغامق وهيك طلع شكله. الصفحة اللي بعديها طلبتها مني احد المتابعات وهي الفود تراكر. الفود تراكر بتستعملوها عن طريق انكم تكتبوا شو الاكلة اللي اكلتوها اليوم، يعني شو تغديتوا، كبسة، مقلوبة، اشي زي هيك، وتحتيها عملت شكل بياني، وبهذا الشكل بتعبوا شو الاكل اللي اكلتوه، كان كربوهيدرات ولا فيجيز اللي هي خضرة ولا بروتين ولا شوغر. واول خانة بتتعبى من هدول بتكون اكتر اشي بتستهلكوا وممكن تحتاجوا تقللوا. بعد الفود تراكر في عنا المود تراكر. للمود تراكر رح ارسم كاسات قهوة وجواتها رسومات. هاي الرسومات بشوفها كتير على القهوة، وغالبا بتكون رسومات بسيطة، فعملت شكل مثل الورقة والشكل التاني عبارة عن قلوب حب جوا بعض. اما في باقي الصفحة فرسمت قطعة كروسون، وكمان رسمت صحن فيه بسكوت. هذا الاقتباس كان لازم احطه وهو بيحكي ما يعدل المود الا الفود. هيك تقريبا خلصنا. الصفحة الاخيرة رح تكون لاشي انا عم بشتغل عليه وهو كتاب عم بكتبه، إلي سنتين عم بسوي فيه، وكل مرة بحكي هذا الشهر رح اخلصه بس بيطلع الموضوع اصعب مما اتخيل. ضايل علي اني اعمل الابجدية ورح يكون الكتاب جاهز. بتمنى عن جد اني اخلصه هذا الشهر. الصفحة هاي أنا جهزتها من قبل لأنها سهلة كتير، عبارة عن تخطيط أسبوعي. رسمت شكل مختلف لكل يوم وعملت هامش وعم بكتب عليه الأيام. حبيت هاي الطريقة للتخطيط الأسبوعي لأني مؤخرا مش عم بستعمل الجورنال كتير، فالمساحة اللي بتركها كبيرة بتكفي وزيادة، وبنفس الوقت ما بضطر أني كل أسبوع أقعد وأعمل تخطيط أسبوعي. وبس هذا كان تخطيطنا لشهر نوفمبر. كتير حبيت هذا الثيم وعجبتني الألوان وعجبني الخط كتير. أتمنى كمان يكون عجبكم لأنكم أنتوا اللي طلبتوا ثيم القهوة. كل واحد طلب ثيم القهوة يعمل لايك. وكتير مبسوطة بالصفحات الجديدة، ولو عندكم اقتراحات لصفحات حابين أعملها في البوليت جيرنال لقدام اتركوا لي إياها في التعليقات. أتمنى الفيديو يكون ألهمكم وبشوفكم بالفيديو الجاي. Bye.